سلام كابتن، ازيك يا كابتن؟ ازيك كل سنه وانتم طيبين. حبيبي صوتك عالي النهارده عكس امبارح يا ابن اللذينه. الدرش ازيك يا حبيبي؟ وحشني. ازيك يا كابتن؟ مطلبك انا والدكتور محمود سعد بقى لي يومين تليفونك مقفول. وانت طيب يا ابو كباتن. صحه السلامه يا رو. خلينا نقول لك مبروك النهارده يا ابو كباتن. النهارده الزمالك يعني بدون لا تحيز ولا حاجه، هو عارف يخلص المباراه من بدري، لعب عشان لسه فاكته. الزمالك النهارده يعني الفرق بينه وبين الزمالك مثلا ماتش سموحه، ايه الفرق اللي ما بينهم من وجهه نظرك؟ زي مباراه الاهلي مع بتروجيت النهارده، مباراه الاهلي مع الزمالك، وزي الزمالك مع سموحه، مباراه الزمالك مع الاهلي النهارده، دي مباراه ليها طابع خاص وشكل خاص وطريقه خاصه وتجهيز خاص وتحضير خاص. النهارده من بدايه المباراه احنا شفنا الزمالك البدايه بتاعت اول دقيقه كابتن مدحت بتديك ايحاء ان الزمالك هيكسب. يعني من اول دقيقه، من اول دقيقه التشكيل، من اول دقيقه. طبعا انا يعني انت عارف انا يعني كنت اكثر متحمسين. طبعا كابتن فتحي عمل السنه دي شغل كويس جدا، وعمل يعني وعايز اقول وعد مختار النادي الاهلي مع المدرب الاسباني اللي قبل كده اللي هو سبب المشكله الموجوده دلوقتي. يعني لو تفتكر حضرتك انا كان ليا وجهه نظر في جاريديو ده من بدايه خالص، ان ده كلنا روح قدرات النادي الاهلي اعلى منه، فكان ده مشكله. يعني كان بدايه ان ده كان عامل مشكله، اللعيبه مش مقتنعه بيه، فقير في الكره المصريه، مدرب ناشئين ما يقدرش يسيطر على اللعيبه، ما بيعرفش يعمل تشكيل، ما بيعرفش يغير، ودي كانت عامله ازمه النادي الاهلي. الدليل بطل اللعيبه الصغيره كان عندها مستقبل كويس ان هي تكمل في النادي الاهلي. فهو ما كانش موفق، والنادي الاهلي من تاني ما كانش موفق في اختيار. لما جه كابتن فتحي عمل شغل كويس، لم بقدر الامكان عدل مسار النادي الاهلي، مش النادي الاهلي بعد ما كان السادس في الدوري بقى الثاني. فبكل المقاييس فتحي مبروك السنه دي عمل شغل كويس، ولكن يجي بقى في الناحيه الثانيه. جهبز بقى بتاع النادي الاهلي، طبعا انا قبل بتاع نادي الزمالك، بس عايز اقول بقى ان الاداره كان ليها دور اساسي، يعني مستشار مرتضى هو ليه بصمه السنه دي من بدايه الكاس السنه اللي فاتت، الدوري السنه دي، الكاس النهارده. يمكن اول مره في التاريخ ان نادي الزمالك بياخد الدوري بفرق 8 بوينت عن النادي الاهلي. صحيح. يعني كان في اثنين كتير قوي، الزمالك بيبقى فارق ب 11 بونت و 12 بونت. والاهلي بيحصله وياخد الدوري. لكن السنه دي الاداره عملت حاجه كويسه، اشترت احسن لعيبه في مصر. ودي برضك ظاهره النادي الاهلي كررها 2002 و2003 و2005، واشترى احسن لعيبه في مصر فخد الدوري فتره طويله. لكن في الفتره اللي فاتت كان متوسط العمر بتاع النادي الاهلي اصغر من متوسط العمر اللي نادي الزمالك اشترى بيها اللعيبه المره دي. نادي الزمالك عليه بقى ان هو الفتره اللي جايه حافظ على الاداء، الناس هتطلب منه الاداء اللي لعب بيه النهارده. صحيح. النهارده نادي الزمالك من بدايه المباراه الدوافع الفنيه هو افضل، طريقه الاداء افضل، التشكيل افضل. يعني انا عايز اقول في حاجه صغيره، وانت كابتن حضرتك مدرب ومعاك اثنين مدربين كبار. طبعا. الكوره مش اسامي، الكوره مراكز شغل وظائف في الملعب. اللي عنده اللعيبه تتوظف بشكل جيد وتؤدي بشكل جيد هو اللي يكسب. صحيح صحيح. النهارده بيرى ما بيبصش للاسامي، ما يعرفش الاسامي، عايز يكسب. فوظف اللعيبه بطريقه كويسه. النهارده عملوا حاجه يا مصطفى، حاجه جديده النهارده في الكوره، الارتداد بتاع نادي الزمالك. بالظبط. هنتكلم فيه دلوقتي. الملعب كله. صح. يعني النادي الاهلي الشوط الثاني استحواذ بنسبه مثلا 70%، لكن الباص بنسبه 90% بعرض الملعب، ما فيش كوره لقدام. يعني رغم الاستحواذ العالي جدا ما شفناش هجمه ايجابيه من النادي الاهلي على غير الكره اللي زكي عملها اللي جت في الاي اللي هي اختراق اتعملت من العمق دي وحط رجله الشمال في الكوره. لكن طوال النادي طوال المباراه النادي الاهلي ما راحش لمرمى نادي الزمالك. يبقى في حاجه غلط. ممكن يعني، وطبعا الكابتن فتحي عنده من الخبرات ان هو يقدر يطور الاداء ده او يفكر في الفتره اللي جايه هو محتاج لعيبه ايه. النادي الاهلي محتاج لعيبه، اولا محتاج بديل لحسام غالي، حسام غالي عامل فرق كبير جدا. لما خلاص ما القيد خلص يا كابتن فاروق، خلاص ما عندوش حاجه يقدر يدافع. ما انا بقول يعني في الشتوي يا كابتن. يعني محتاج هو في الشتوي
حد بديل، لازم يكون بديل لحسام غالي. انا ما اقدرش اقعد حسام غالي وما عنديش بديل ليه، ما عندي واحد ريس موجود في الملعب يفرق جامد قوي. يعني النهارده نادي الزمالك عنده صالح جمعه، عنده صالح جمعه وصالح جمعه ده قليل ممكن يعني، بس يلعبوا يعني. النهارده بدايه عمرو جمال، انا يعني انت عارف انا بحب عمرو جمال قد ايه، بدايته في المباراه زي دي صعب. زكي يلعب بديل صعب، البديل ده بيبقى نازل يطور. انا اعتقد هي دي الاخطاء النهارده فاروق، واعتقد يا رؤى برضو ما اعرفش كابتن هيعيدني وكابتن مدحت، لعب احمد فتحي في نص الملعب كان اكبر اخطاء النهارده فتحي مبروك. هو ما عندوش، هو انت تعرف يا درش كلامك مظبوط، انت تعرف يا مصطفى النهارده في مشكله كبيره جدا. لو مسكنا الورقه والقلم في الاهداف، انا قاعد بقى بتفرج النهارده، باسم علي ناحيه اليمين عنده الباك رايت بتاع النادي الاهلي، مشكلته ان هو بيروح لقدام، وطبعا توجيه من الاداره او من الجهاز الفني ان يقفل وراه احمد فتحي. احمد فتحي ده في عمق الملعب كان بيزيد، وباسم يروح لقدام، فالحته دي اتعملت منها جولين، بيزيد اتفرج على جولين وحسين السيد من الناحيه الثانيه بيزيد برضه من ناحيه شمال، واحد عملها معروف من ناحيه شمال، والكره اللي اتعملت اللي هو بيرجعها للجول يعني طبعا خطا يعني الكره الثانيه يعني خطا مشترك الاثنين يا كابتن الجونين لكن المسؤول يا كابتن المسؤول هو النادي الاهلي، عنده مشكله في الدفاع مشكله في الدفاع، المشكله مش في الاطراف، المشكله في عمق الدفاع، في نجيب وسعد سمير احنا المشكله الاساسيه. يعني دي المشكله الاساسيه صحيح صحيح، المفروض النادي الاهلي يتلاشاها. بجانب النادي الاهلي محتاج يعني محتاج حد يكون حلقه وسط من نص الملعب المهاجم، اعتقد اعتقد صالح جمعه رؤى صالح جمعه وحجازي ورامي ربيعه هيبقى لهم دور كبير جدا الفتره اللي جايه. احنا عموما يا كابتن فاروق هنستناك بقى قريب تيجي تقعد في الاستوديو تمتعنا كده بحاجاتك الجميله. لكن سؤال اخير بقى دلوقتي، احمد عبد الحليم وعبد الرحيم علي والجونين والعربيه البي ام وانت اللي حكتها، ايه الموضوع ده بقى؟ بص بقى، احنا المباراه دي كسبنا 2-0 يعني كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان هو حارس المرمى، ايوه، فحسن بيه ابو الفتوح قال اللي هيجيب هدف هدي له عربيه. حلو. فاحمد عبد الحليم جاب الهدف وعبد الرحيم، وبعدين عبد الرحيم محمد جاب الهدف الثاني، ايوه. فحسن بيه قاعد في النادي انا اللي بصيت قال لاحمد قال لاحمد ايه بقى؟ قال له احمد تعالى انت بكره الصبح تيجي المعرض وتروح لحسام خد العربيه وراح حسن بيه ماضي ورقه كده قلت له بتمضي ورقه ايه دي؟ قال لي لا احمد عشان ياخد عربيه بكره، قلت له انت بتشوف اللي جاب الجول فكر مين اللي بصر، مين اللي بصر وعمل الجول الاول؟ وقال لي طب عايزه لونها ايه؟ وكانت النتيجه ايه بقى؟ وكانت النتيجه ايه؟ اخد عربيه اللي هو فاروق لك خدت العربيه على طول. خدت بقى انا بص بقى يا كابتن انا خدت العربيه وقلت لحسن بيه قال لي ادي العربيه، قلت له الرخص مين اللي هيرخص العربيه؟ الرخص حط النمر يلم الورق هو طبعا يا ابن الذين فخدت العربيه وبعدين السنه اللي بعديها غيرتها بس غيرت العربيه منه الله يرحمه يعني عشان تقتل الماضي بقى خلاص. مستنيينك يا كابتن نرجع بالسلامه ان شاء الله، مستنيينك والله ان شاء الله اجيلكم على خير طيب يا كابتن ربنا يخليك. شكرا كابتن فاروق، شكرا جزيلا، وحشنا والله جدا يا كابتن فاروق. طيب